الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما بعد، درسينا نواكيس غالات كم إذا كتاب كمية حديث للحفظ وحكب الأبناء حديث كتضبات يكوبات عن ابن عمر إن عمر وحى الغوري وعبد الله رضي الله عنهما سقيا به با الله كرى للنقده قال وحيري قال رسول الله إله رسولك وحيري صلى الله عليه وسلم اجعلوا كيالا آخر صلاتكم صلاتنا دبيا قد دي هلك وقدم بيسا بالليل هبين كي أتكن إسان وتران تريس دير كيالا. متفق عليه حديث كان ولا إسكوا فقي حديث كان نبينا صلى الله عليه وسلم وحاكم وغضا هرت صلاة الليل كإن لا ينفري ولا إن ليه صلاة الليل كتكدا قضب كالباض وكم وغضنا وحاوي صلاة الليل كوتر بولي هاي وتر كميش وفي عن إن يتهيبين كجلين كي صدم به وصلاة دي أسوت وكان يسين قيبته وضم بيسا وتر كيالا وتر قاسي مركا هل رجعوا كل جيد وجوني وتوانا وين غن كرتا ما وتاعن صلاة إسرائيل وهذا إسرائيل سنة وين غن كرتا شن رجع ضوض هل مرة إسرائيل سيو هل تحياض اللي عم صدح وتر وات كل جي كرتا وحنا بيقول الله الله يدك أهل القرآن كاهو وحكوا يا أهل القرآن أو تيرو دتك أهل القرآن كه القرآن كي يغاني القرآن ككل رقمو وتريا فإن الله يحب الوتر إلهي وتر واجعلي هي وتر كأغاد وهبينك وتريا دتك أهل القرآن كون نبي سجوني ولا الله صلى الله عليه وآله وسلم مركز صلاة هبينك لسوت كنا يوحى وهبون وتر كائن لوجا بجبي يهدي وتر كغفك وتكده هبينك جلنك صدم به صلاة الليل كلام يسكت كان كرايو لا بارك عضودي وح مقدم بيسين كرايو بنانتها يو حرام معها هذول لا بارك عضود كلام تكذا مركو وتر كتكذا كجدال سديدي ما يسو لكن صلاة دي صلاة الليل كهيد الله بالله بدأ دوسه تكنا يسي وكوسو سعطو يسوق كاهر نايد وتر وقدم بيسي مركا اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا علت كلا النبي وشيخ صلى الله عليه وسلم فإن آخر صلاة الليل مشهودة صلاة الليل كهبين كجلن كي سدن بلت كدو والغسو قيب جلي يا يوم ملائكة يا أهل خير كايمان هي هبين كجلن كي سدن بهان لت كدو وتر جنا هل كهلا جليو قف كي كبق يا هبين كي جلن كدن بينو سو تو سوايو way u banaantahay gelinka horeba marku cishaha tukado wuxuu salaatul leel tukan karaa inta tukado witrigiisana inuu raaciyo way u banaantaha xadiiska 72aad an ibn umar waxa laga wariyay radiyallahu anhuma waxaanu ka soo baxnay abu hurayra iyo aisha iyo anas abdullah ibn umar baan dhexda wajir rasad u jeedaan qala wuxuu yiri qala rasuulullaahi ilaahi rasuulkiisi wuxuu yiri sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ما زال كزول مايو الرجل قفكو رجل ما انت نينك ليه لقم وضع قف والبال لقم وضع يسألو إنو ضدك دور سنة يي وح ويدي سنة يو يسألو إنو ويدي سنة يا الناس ضدك حتى يأتي إلا أوكي مادو يوم القيامة قيامة مال كذا ليس حال أيسان كسغنين في وجهه وجهي سدحديسة مزعة لحم لبع هلبا الوارق عد يرؤ هلبا سوى وجه الوارق ووجه مرحسن يهي أيو قيامة إيمانا يا متفق عليه حديث كان وحو تلمامي دادك دادك وحوي ديسته إلهي عقبين قيامة كري دونو أيو وجه هولين يهي وديرين يهي إن إيمان دونان ما قف كستو دادك وحوي ديسته مس وحو مبالغ السور ريبين حديث أبو هريرة وحوها إنه النبي يقول من سأل الناس أموالهم تكثرا قفك ويديستددك حوله هذا الصغر ربا إنه وحكوبة صدو فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر
waxa uu qaadanayay dadka weydiisanaya waa dhimbil naar ahe dhimbilaha naarta ama ha badsado ama ha yaraysto macnaheedu waa tahdiid iyo hanjabaad iyo fogeyn lagaa durjinayo inaad bani aadam wax weydiisatid haddaba xadiidka muslim baa wariyey xadiidka abuu hureyra wuxuu inoo caddeeyey cambaaraynta iyo eedda iyo ceebtu waxaa weeye man sa'ala annaasa amwaalahum takathuran qof baahi u geysay maahane il buu ka gartay inuu maalin walba masaajid ka istaago ama suuqa uu iska wareego habeenkiina 10,000 uu la dheelmado ama 5,000 ujeeddadiisu waa maxay takathur inuu wax badsado sidaasuu u dawarsanayaayo u wareegayaayo maalinba u been sheegayaayo maalinba nafta isaga ridayaa inuu wax ku badsaduu rabaa ilaahay wuxuu qiyaamada keenayaa isagoon wejiga xabad dhibica ku lahayn xadiidka samuraa wuxuu isaguna ahaa inuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalama hawshaas isagoo ka digaya ina almas'alata kaddun yakadduha arrajulu wajhahu ila an yas'ala arrajulu sulطaanan aw fii amrin laa budda minhu su'aasha qofku uu aadamaha wax warsadee wax weydiisanayo waa dhaawac wejigiisa qiyaamada soo gaari doona ilaa cid uu xaq ku leeyahay inuu weydiisto mooyaane sida madaxweynihiisoo kale inuu yidhaahdo baytulmaalka waxaga sii waxbaa siiga ahe ama qof daruura hayso oo maarmi waayey oo ku khasbanaaday inuu bani aadam wax u sheegta mooyaane qofka wax badsasada iyo sidaa u samaynaya ruuxa hawshiisu waa culus tahay dhaawac bayna wejiga ka soo gaarsiinaysa imaamu tirmidi baa wariyey ibnu mascuudna wuxuu wariyey inuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalama man asaabathu faaqatun baahi qofkii ay ku dhacdee baahda fa anzalahaa binnaasi oo baahidii dadka la soo aada lam tusadda faaqatuhu baahidiisa lama awdo waman anzalahaa billaahi qofka baahidiisii ilaahay la aada oo ilaahay u dan sheegta oo gacmaha u taagtana fayuushiku llaahu lahu birisqin caajilin aw aajil abu daawuud iyo tirmidi baa wariyey ilaahay wuxuu ku dhow yahay ama xaqiiqo ku yahay oo mudan yahay inuu qofka baahidu ku timid arsaaqo risiq degdegana uu siiyo ama mid soo daaha uu siiyo kolley wax la-aan noqon maysid maadaamaad baahidaadi iyo dantaadi ilaahay u sheegatay masaladaa marka waxay ina dareensiinaysaa saamaynta ay leedahay in bani aadamka la tuugsado oo wax la weydiisto oo gacmaha loo taagto ilaahay wax weydiiso haddii laakiin qofku uu wax u weydiisanayo wax badsashana nahyi baa ku soo arooray iyo boolinimo haddii dan iyo duruuf keentay ay jirto matalan qabaa'il iyo dad dagaalamay ayuu nini wuxuu yidhi maxaad isku haysaan oo xoolo yidhahdaan anaa idin siinaya isnabadgeliya buu yidhi xoolihiina keligii ma uu bixin karo dhiigga muslimiintoo uu baajiyey hantidii uu soo qaaday inta uu ka helayo muslimiinta inuu dawarsadaa u bannaan oo yidhahda war hallay caawiye dhibkaas ay hayste maalinka xoolihii uu ballan qaaday loo aruurshana uu hawshaa hakiyo qofkii hanti lahaan jiray oo hantidii ay dhaaftay oo masallafay ee salkacay ciddii markaa uu isleeyahay waxunbay kugu dhaamaan inuu yidhaahday caawiya dhib ma leh qofka sidiisaba faqiirka ah ee saboolka ah ee aan waxba heli karin lagana markhaati kacay dad xogaal u ehelkiisa inuusan waxba haysan ciddii uu isleeyahay way ku dhaantaa wari caawiya inuu yidhaahda dhib male waxay u awoodaan intaa wixii ka soo haray suxti iyo booli buu nebigu ku tilmaamay sala allahu calayhi waalihi wasalama ayib maa zaala arrajulu yas'alu annaasa ninku ka zuuli maayo dadka inuu wax weydiinayo ama hadday xoolo tahay waa wax badsasho qof weydiinaya iyo balwaday u noqotay ama wuxuu weydiinayaa wax maalaa yacnii oon dani ugu jirin ama masaa'il cilmiyu dadka weydiinayaayo oo uu isleeyahay wax ku tijaabiyo aqoon kororsi iyo cid u faa'iideeya midna aysan ahayne masaa'il cawisaahoo mushkilaadoo wax dan uu ku jirin ayaa laga yaabaa inuu dadka weydiinayo intuba waa suurtagal xataa yaatiya yowma alqiyaamati laysa fii wajhihi muzcatu laxmin isagoon wejigiisa lagu arag hal xabo oo hiliba isagoon lagu arag wejigiisu qurux ma le eber baa laga dhigahayaa culimmadu waxay isweydiiyaan maxaa keenay wejigiisa in la diiro
ووجهي أن لف يلود من رهين لكانه وحيليه إن مركي هرو الدنيا تشوقي أي وجهي سوح كد لي سؤال ولا يلا وحسية 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 ذاتك سوء أهر تاغنا ووجهي سمالو والبؤوس لح شونين ما دابو سؤاشي آدمه وجهي سكد لي إلهي باقي يا مدر سوء كد لي سنكينا يا ومسلو وحال بعض oo laga wadaabay culimada qaar yiraahdeen muzcatu lahmin asagoon lagu arag asagoon wax qiimo lahayn hebel wax wajiga agteeda kuma la soo lama yiraahdo asagoon ilaahay agtiisa wax qiimo iyo qaaya iyo mudnaan iyo maamuusa kalahayn ayuu qiyaamada iimaanaya ama ma ahane inta la cadaabo qiyaamada ayaa cadaabkii wuxuu ka dhigayaa wajigiisa digabaasaha iyo eber buu ka dhigayaa oo maadaabuu su'aasha dadka ku badiyo wajigiisa dhibaateeyay عذاب أم مناسبة وجهك لغا مرينا يا سغنا هاوشا مركا وحي كتوسينيسا علابتا اي عليس كإلادة هي آدمه وحلا ويديسو انت كم هرمي كتيد بني آدم اسكا روري إلهي با البابدي سكوف فرنيهين البابدا إلهي وفرن قعمها اتاقو ويديسنا وحونا كوبا لنغادي سيد الرسول كي نسوق بيه صلى الله عليه وسلم دعوة هذا إنو أقبلو واحد ويديساتي كسينيو أما هدير أما هدو وديب كاسينيو حديث كتضباطني يا صدحاد عن ابن عمر وحال غوري رضي الله عنهما قال وحو يري قال رسول الله رسولك على وحو يري صلى الله عليه وسلم الذي روح تفوت اي كتغيسو هو اسغا صلاه العصر عصر كسلادي سو كسي اول كعوغا تغيا فكانما وتر واب اسغو لغا قاداي أهله قيسك سي وماله حوله سي لمور الدوغي أي لمد يهي متفق عليه والله اسكوا فغي حديث كان حديث كان الذي تفوته صلاة العصر قفك صلاة عصر أي كتغيسو وقف لكعي كسو كتغي أي قف خضا أي حلمان أي هردي أي كوما أي ما هو حلقها الله أي ولكعي كسقف كتغي وي waxa laga hadlayaa waa hal salaad oo salaadi casar hal salaad oo casar haday ka tagto oo la kasnaad uga tagtid waxaad la mid tahay qof ehelkiisi iyo xaaskiisi laga qaatay oo laga xoogay maalkiisina laga qaato laga xoogay waliba lafdi kala wuxuu ahaa fakaana ma wutira ahlahu wa maalahu wa huwa qaa'idu asagoo fadhiyo arkaya ba balaayo ku xoog badan intay u timid bay xaaskiisi gacanta ka qabsatay gabdhuhu dhalayna gacanta ka qabsatay xoolihi meesha u yaalana ay dareersadeen xaggee la isaga shabahaya oo la isaga ekaysiinaya qofka salaadii casar ay ka tagtay iyo qofka xaaskiisii ilmihiisii xoog looga kaxaystay xaggee bay isaga egyihiin waxay culimmadu leeyihiin waxay isaga egyihiin kan xoolaha iyo xaaska laga kaxaystay laba murugaa ku kulantay oo labada murugo oo kaa ku kulantay baa kana sidoo kale laba murugo ugu kulantay labada murugo isugu timid waxa weeye murugada koobaad waa dembi dembiga wuxuu wataa sideedaba markaad macaasida gashid istarays fakar walwal walbahaar tiraanyo walaahow iyo balaayo oo dhan ayay macaasidu wadataa waxaa dareemaysaa marka ciriiri maadaaba uu casarkii kaa tagay waa murug iyo tiraanyo masalada labaad waxaad ka walwalaysaa thawaabka iyo ajarka haddaad casarkii tukotay aad ka heli lahayd oo galabta ku seegay iyadana labada masalaba salaadii way leedahay laga tagay sidoo kale midkaana laba dhibaato haysato dhibaatada koobaad waxa weeye reerkiisii iyo xoolihiisii oo gacantiisa laga saaray buu arkaa qodobka labaad oo u muuqda waxa weeye soo aar gudasho iyo awoodu hadda isku difaaco ama nimankii yacu ku yiraahdana uma muuqda labada dhinac buu kana ka murugaysan yahay kana labada dhinac buu ka murugaysan yahay laakiin waa kala duwan yihiino balaayo ka xoog badan ninkay qabsatay oo xaaskii ilmihii ka kaxaysteen oo awood loo sheegto la maquuniyey deesuu dembi ma leh laakiin kan salaadii casar ka tegay ula kacyo kasna uga tegay waa dembiile culummada qaar ka midi waxay yidhaahdaan goormaa la odhan karaa salaadii casar uu ka tegay ma hadday qoraxdu dhacdaa qaar baa waxay leeyihiin maya qoraxdu hadday dhacdaa xataa ma ahane waa markay fiidar dhulka sii gelinayso ay jaalo noqoto markaa xataa hadduu gaarsiiyo waqtiga karaahada ah wuxuu soo gelayaa qof salaadii ka suga tagay hawsha in laga digtoonaado weeye salaada casar oo la ilaaliyana fadli gooni ay leedahayo man sala albardayni dakhala aljanna nabigu waa tuu tilmaamay sala allahu calayhi wasalama labada qabow qofkii tukada jannada ayuu gelayaa waa casarka iyo subaxa
salaadii casru kaliya hadii ay lagu yiri wuxuu la mid yahay xoolihii iyo caruurtii iyo xaaskiiba in laga dhacay oo kaleeto salaadaha dhan qofka ka tagaya aan sujuudin maxaad u malaynaysaa alladii ruuxa tafuutu ay ka tagaysa ama qofka tafuutu ay ka tagayso hu asaga salaatul casri casarka salaadiisa fa ka'annamaa wutira ficilka wutira ah laba mafcuul buu qaataay oo kii koowaad maadaama uu majhuul loo bineeyey waa damiir mustatira ahlahuna waa kii labaad fa ka'annamaa wutira waaba asagoo laga qaatay ahluhu ahlahu ehelkiisii iyo wa maalahu xoolkii xoolihiisii walan yatirakum acmaalakum uy marka xoolihii iyo ehelkiiba waa laga qaatay iyo maalkii xadiidka 74aad can ibni cumara waxaa laga wariyey radiallaahu canhumaa qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi ilaahay rasuulkiisii wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama almuslimu qofka muslimka ahi akhulmuslimi muslimka kale walaalkii weeyaan laa yadlimu muslimku ma dulmiyo hu muslimkiisa walaalkiisa muslimka walaa yuslimu ma dhiibo muslimku hu walaalkiisa muslimka cadow uma dhiibo man ruuxii kaana ahaaday fii xaajati akhiihi walaalkii dantiisa iyo baahidiisa wax ka qabadkeeda kii ku dhex sugan kaana allaahu allah wuxuu ahaanayaa fii xaajatihi baahidiisa wax ka qabashadeeda mid ku sugan waman ruuxii faraja ka fayda can muslimin qof muslima xaggi kurbatan tiiraanyo iyo walwal faraja wuu ka faydayaa allaahu alle canhu xaggiisa kurbatan kurbo oo min kurabi yowmi alqiyaamati qiyaamada maalinkeeda kurbooyinkeeda ka mid ah waman ruuxii satara astura ee qariye u ceeb qariya musliman ruux muslima satara waxaa asturaya huwa asaga allaahu alle yowma alqiyaamati qiyaamada maalinkeeda muttafaqun calayhi waa laysku waafaqay xadiidkan xadiidkani wuxuu ka hadlayaa lix masalo oo lixduba ay ka mid yihiin arrimaha bulshada ee kugu aadan qofka muslimka ahow masalada koowaad waxaa weeye almuslimu akhulmuslim qofka muslimka ahi kan kale walaalkiisa waa muslim waa kan kaleo muslimka walaal buu la yahay waa walaalo xaggee bay ku walaaloobeen xadiidku wuxuu ka hadlayaa almuslimu akhulmuslim waa ukhuwa diiniya waa walaalnimo diineed fa asbaxtum binicmatihi ikhwaana waxaad noqoteen ilaahay barwaaqadu idiin galay sababkeed kuwo walaalo ah oo islaamnimada ku walaaloobay waana midda ilaahay uu leeyahay innama almu'minuuna ikhwa mu'miniintu ayaga unbaa walaalo ah wa midda ilaahay uu leeyahay alakhilaa'u yowmaidin bacduhum libacdin caduwun ila almuttaqiin saaxiibadu qaarkood qaarka kale col iyo xiirixiiray u noqonayaan qiyaamada ilaa dadka mutaqiinta ahee islaamnimada ku walaaloobay mooyaane almuslimu akhulmuslim walaalka kale walaal muslimka kale walaalkii weeye muslimka aad la walaalka tahay kala qaad male inuu yahay rag iyo haween iyo qof weyn iyo ku yar iyo mid faasiqoo xataa aan fiicnayn oo dhacdhaciisu badan yahay iyo weli ilaahay oo karaama leh iyo mid kula jinsi ah iyo mid baasaboor kala wata mar hadduu daa'irada iyo dayrka islaamnimada ku jiro walaalkaaga muslima weeyaanoo xuquuqdii muslimnimu kugu leeyahay almuslimu akhulmuslim muslimku muslimka kale walaalkii weeye mar hadduu walaalkaa yahay ood islaamnimadii ku walaalowdeen waxaan soo socdaa lagaa yeeli maayo maxaa waaye laa yadlimuhu walaa yuslimuhu bal labadan erey u fiirso laa yadlimuhu ma dulmiyo maalkiisa kama dulmiyo oo xaqdarra kagama qaado jirkiisa kama dulmiyo oo dhib ugama geysto dil iyo dhaawac iyo kufsi iyo dhibaato uma geysto ehelkiisa uma daba maro oo nin jaxartamayo reerkiisii nolol maalmeedkoodii dhididkiisa waxa weeyaan u cunahaya oo u samaynahaya oo u soo dhididaya nin inta u dabamaray reerkiisii iyo ehelkiisii iyo gabdhihiisii ka fasahadinayo goboldhaaf samaynaya waa dhaalime reerkiisa kama dulmiyo cirdigiisa wax kama sheego ma xanto ma caayo ma aflagaadeeyo wax kama sheego intuba waxay soo gelayaan laa yadlimuhu ma dulmiyo haddaba walaalkaaga muslimka intaa mid ka mid a haddaad kula kacday hadhow buu xasanaadkaaga qaadan doonaa ilaahay qiyaamadana wuu ku facshari doonaa haddaadan u toobad keenin alle ama asagii aadan cafis ka dalban laa yadlimuhu ma dulmiyo
غضب كلبان ولا يسلم ولا الكيس مديبو ولا يسلم مديبو هو ولا الكي عدو يعذ من السنة مديبو ساس الغوضة ولا الكيس مسلم كاها عذ من السو دب أجي سنة يس جعنت ومجليه أم حال غاربة إن الدفاع ضد بالغاربة مالك هذا كود دفاع ونفط هذا كود دفاع ومجع هذا كود دفاع ووضك الصوت أمدي أمري كرتيد ولا الك مسلم دبك هاي سنة كدفاع عدد أمر هكفر سن عدوه حديثك مركه وحي نقلها الله يا إن إن عندك مسلمين تكو حد جدين لبضع قضب مركه هنظل من عذل من السنة هؤلاء يبين هؤلاء تجين هؤلاء لين عذل من إيسا ما أنت واحد دريم إيسا ضد بدن أو مسلمين أو الله ظل من أيه أو الله ترقد قري سنة أيه أو الله أتاق أيه أو الله يسقو يمد أو قريه اللي قد من أيه أو بيه اللي قد قاستي أو قرنت هذا اللي قد شر أيه أو عيالك يوايلك عرولها أن لو أبي يلينين أيها واحد كهر إيسا بقلال دولة دو مسلمين وحي أودي كران إني وحكا قبطان شبه كيه قفك ورالكيس وقرقار يقول وقباهانا وقرقارنا وعيد يهان شبادة باقصة عرارتي دادك غاركوض ميشي وقرقاري لهايين أيابا لغيابا إني عايان با أو حكا الشيغان أو ديبو قيستان با أرنك نوع عاسنا سحما هو خلق ولا يسلمه عدو أمد ديبو مارك عدو هو ديبي من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته حال غوضة حديث كان أنت أد ولالك مسلمة دن أولي هاي أو خير كلاش غين يسيد لا أديج يسيد وحلق بنا يسيد إسبتال جين يسيد عاون يسيد أديجنا إله بك عاوني والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ألا أدونك مدو كالمين يوي أنت ودونك يا مد ولالك عاون يو قرب يستغي أما كلمة هذا كعاوي أما قعنت هذا كعاوي أما مرق غي أود هذا كعاوي أما إن أدوش فعقد كعاوي سئون أنت كعاوني سيد ولالك أديجنا إله بك عاوني لبدي نمرك أديك وعاونا يي كلا عاونا يو أضاف يعن سببتو أكن أضو مخلوق عاونا يي أديك أنا الله كعاونا يو كلمة كوا وكلفوجي نمرك الروح إلهي وقرب يهيل ويه عاونا يو يروح روح بني آدم وعاونا يو وكلا لبو سيدا أوجد بنبي إنه إن برا يا مركي لو يدي دتك يا ونع في بدن أنفعهم وحاول يمتك وفي عن ودتك ونع في بدن دتك يا وخير بدن بليس يا أنفعهم للناس متك وحترني ما بدن ودك ساعديه او وحبريه او وحطريه او شفع قاضيه او وحقبنايه او صدقيسنيه كاسا او خير بدن النبي صلى الله عليه وسلم وحنا النبي انه تلمامي ان ولالك مسلم راعه وان مغالدا لا هذا هي السوق او دنت اوليه ان لا سو قبطون لا سو دمهيو ايان كجعل هبير مساجدك بل ان كو اعتكاف سنه بي مساجدك النبي وشغي ومساجدك سمدينو او صلاه لو تو كدا مساجد ان دون صلاه لو تو كدا اي كفي عنته مساجد كيسة إنه كوع تكافنا هذا بل وحنا نبي وكش عليها هل روح مسلم أن ترى عمان إنه لسه أديق وحلا صوغت نيدنا وشيء قال إني كوه جاك سنتهي من روحي كان هذا في حاجة أخيه ولالك باهدي سيد دنتي ميت كل حسوان وكش غينية كان الله الله وحه أنا يا في حاجة دنتيس لكن شرط جو وحوي دنت هاد كلاش غيني سيد دن مشروع صح إني تهي هدور ربضات إنه الله يو وترى هذا الحديث كان أدرى إيش يا من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته قرية نؤي من إياه والرسالة كان أقضية وقف كمان أسوي دين وهذا هدي وحوي أن العير سنة يان قرينا إياه والمحاكو دع يهدي له إلى هذا ترى من كان في حاجة أخيه سلمارا وعاونها يا سي إلهي كالماء ونقضه ورمايا إلهي وحي ونكسن بو أقبلا يا أوال كب حياي الظلم إلهي وحرم ومن فرج عن مسلم كربة قف كي قف مسلم كفايدة أو كدل قادة كربة كربة داسي كربة مال إيه حولها ضيتهاي أو قف كان وحي لك كربي سيني هاي إيه حول الآن إيه فغري تهاي قف كي عاويو قعنت أقود أفر الله بي رضها وحان كربة دا هاي ساها دي دين تهاي قف كي دين تكولها يو يرادة وان كاعف يدين تكولها كربة دا هاي ساها دي تهاي دين قف كي لكولها يهي إنو كراهد الله أما أو دين تكبحيو kurbada haysa haday tahay isbitaal iyo mashaakil uu la nool yahay qofkii kala qayb qaatay ka farxiya kurbada haysa haday tahay kurba macnawi ah qofkaanu waxa laga yaba dadka qaar kood mararka qaar kood intay khald galaan ba ilaahay khaldka uqba wuxuu kaga dhigayaa inay murugo iyo tiraayo isu bedesho
qofkii u yimaada qofka ah oo samata bixiya oo waaniya oo qalbigiisa farxad ku beera oo yiraahdo waxaasaa dhibka kugu keenay halkaa aad oo halkaa samaha iyo wanaagga ka raadi oo qofkii kurbada ka faydo oo dhibkan ka samata bixiya isaguna wuu soo gelayaa ومن فرج عن مسلم كربة كربدا وحا شرديات كفيديس كربة مشروع عينيت وحو لكربي سيني هديتها قاد كيو اقو يمانتي او ديد كساكا سينا هيو اندها تاغا يو اوليه مانتا قاد الان نعنى حتى وسوق مو يوليه هدات الى الى اليه كربدا قفكي كفيدا قيامة كربة لكفيدا هي مانتا كانان كفيدا مشين قاد انو قادو مايا احوام ما وعاس hadduu kurbay u kurbaysan yahay khamro uu cabbi jiray oo uu waayay oo lacagteedu soo qaban waayay waa tiraana kaa bixinaya maanta si ilaahay qiyaamada kurbada iga faydamay hadduu wuxuu u kurbaysan yahay ay tahay inuu dhibaato dad u geysto dhaqaalena ay u baahan tahay dhaqaalihiina uu la yahay haddaan maanta xoolo heli lahaa reer hebel dhowr baa ka soo dili lahaa uu yiraahdo waa tiraana kaa bixinaya soco si ilaahay qiyaamada kurbada iga faydamaya talaacug weeye taasi marka kurbada aad ka faydaysaay kurba wanaagsan waa inay tahay keliya hadduu la kurbaysan yahay khamro cabitaankeed iyo dad uu dili lahaa iyo waxyaalaha waxaad kurbada kaga faydi kartaa tii nebigu yidhi unsur akhaaka daaliman aw madluuman waa daalim gardarane inaad tiraahdo gardarada jooji dhib baa kaasoo gaaraya dadka hallayna khamrada ha cabin tumaakada ha cunin xashiishka ha cabin iska daad ku tiraahdi waman faraja qofkii fayda can muslimin qof muslima ka fayda oo ka dulqaado kurbatan kurbo faraja allahu canhu kurbatan ilaahay baa xaggiisa wuxuu ka qaadayaa kurbo oo min kurubaati yowm alqiyaama maalinka qiyaama kurbooyinkii badan baa jiree kurbooyinkaas kuwa ka mid a ayuu ilaahay ka dulqaadaya waman satara musliman qof muslima qofkii astura hadduu qaawanaa oo aradnaa qofka arad bixiya ee dhar u gada ee u labisa wuu soo gelaya haddii uu ceeb ku og yahay ceebtaasoo laba midu bay noqon kartaa wax khilqi ah oo abuur ah oo qofkan uu leeyahay baa jirta anaad og tahay maalan baras buu qabaa jirkuu xanuuno ka qabaa maryuhu ay u qarinahayaan oo aan dadku ka warqabin adna waad ogtaha wax baahiyo kugu kaliftaa saaka inaad ta dadka u tiraahda wuxuu maryihiisa quruxda badan ahaa fiirinine hoos maxaa ka jiro aad ku ogtahay maya hadaba gel u ceeb qari wax khilqi oo abuura hadday tahay aad ku ogtahay nabar ku yaalla feex ku taalla buro ku taalla booga ku yaalla baras jirkiisa ah u ceeb qari waa kow ceeb khuluqiya oo dabeecad ah oo xun uu leeyahay haddaad ogtahay inuu dabci xun yahay oo dabci liito haddana uu la dagaalamayo o isleeyahay bal dabcigaaga hagaaji oo dadku markay arkaan la moodayo qof wanaagsan oo boqoraho dabeecad fiican adiguna aad ogtahay inuu dabeecad xun yahay war asagii baaba la jaxartamaya naftiisii oo la daala dhacaya si isu hagaajiye intaad ceebihiisa dabagashay inaad tiraahd waxba ha arkin allow min maalin wax idindhex mara ha ceebaynine ceebtiisa khuluqiga ahee dabeecadda ah uu leeyahay u qari ayadana waxaad ku aragtay macaasi uu samaynayo simbirraxasho iyo gef ka dhacay horeyna waxaa loogu ogaa wanaag u ceeb qari u ceeb qari macnaheedu maaha markaad u ceeb qarinaysa inaadan wax u sheeg wax u sheeg la hadal la fadhiiso si hoosoo ehlimo iyo walaalnimo ugu naseexee laakiin ha ku sheekay inuu dadka ha u sheegi ka warran hadduu yahay qof macaasi inuu dhaqan ka dhigto ay dhaqanba u tahayba oo aan xishoonaynin oo aan la gabanaynin asaga ciddii wax ka qaban karta baad u gudbinaysaa ad leedahay qofkaani noo caawaya khamradu cabaa xashiishku isticmaalaa dadku dhibaataynaya ka qabaad leedahay isaga la asturmay sababto haddii la asturo mushkilo kalaa ka imaanaysa mushkilo kale ayaa ka imaanaysa waman satara qofkii astura muslima qof muslima satarahu allaahu ilaahay baa asturaya oo u ceeb qarinaya yowmal qiyaamati qiyaamada maalinkeeda maalinkaas ilaahay ceebaha ad leedahay inuu kuu asturo oo asturkiisa ilaahay uu ku huwiyaa qof walba waad u baahan tahaa xadiidka 75aad can ibni cumara waxaa laga wariyay radia allaahu canhumaa qaala wuxuu yidhi akhada wuu qabtay rasuulullaahi ilaahay rasuulkiisii iyo ergeygiisii bimankibii garabkayga ayuu qabtay fa qaala rasuulku wuxuu ugu yidhi kun ahow fi dunyaa adduunyada dhexdeeda kaannaka sidii adoo qariibun ruux qariib ah aw caabiru sabiilin ama waddo mid goynaya rawa bukhaari baa wariyey xadiidkani wuxuu tilmaamay cabdullaahi ibnu cumar laba qodo buu ka hadlay ama saddex wuxuu yidhi akhada rasuulullaahi bimankibii rasuulkaa garabkayga qabtay bimankibayi haddii la yidhahdana labada garab bay qabtay weeye intaa keliya laba qodob labadaba waa ina tusinaysaa qodobka koowaadi waxaa weeye
محور رسولك صحابي قربك أو قبطي أما الله بدأ قرب أو قبطه وحور ربا مسك أحدي سينو سوتشي ديو أم علمك مركو وحكوش يجيو هدو عادي وحسك كاشيو يهدوك السلامه ماذا حق عنتك كوساره قربها كو قبطه جوني كو لبحه وحسك وحوش يجيو إسكو سامين معها مرك وحور ربا رسولك صلى الله عليه وسلم ونوع كم إذا تعليم تدك وحلو بره عبد الله بن عمر سجوني هوشان إني قلبي يسوق قرناته وحفظيه قربوه مرك قبطه قعنتك كسارة تامرك وتعليم نبيه نبرة يمعلم كدتك وحبرة ياي أساليب بدن إنه أديك سوى كم تاي إنه سلامه قعنت قبص لكن قبر الجنبي هذا وحبر يسوي ترى الحديث بهالك بصور كل إمريو كان قربه مايا 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 قبر هو هذا يقول الأمر ذاك وين وحبر يسوي ترى هذا خالي إس سلاني الحديث بنصور كي نبيه أخذ بمنكب ابن عمر قبطي مايا وحلقها الله يا وعده يسوب النعته قيبت الله بعض وحيرة سنة إساء حفظ جيسي ذاكرة ديس إني آد أسر رئيس عبد الله بن عمر وحديث كمرك ورينا يا حتى غاب كوها أيو سوق الدنيا وحي لي مرك النبي إلى هكون في الدنيا كأنك غريب لا بد جربوا إهاي أما هل جربوا إهاي مرك حالة دي وحتى سوق الدنيا حالة دي أيو سوق الدنيا حتى طيب إن ترمذي أسوق رواية سواح أخذ ببعض جسدي نبي جا شركة جا غار كم إذا إقبطي لكن لفظي أنا عدي جسد كلا قبطي أو وجربك جرب كويان حديث جا مركا وحين برا يا رسول كوي حليها كون في الدنيا كأنك غريب مقال هذا أن هدات ما دين نيروبي قريبنا تقطو هل قفنا هذا كجرنين إن تكون مشغول شيء ومالين بمال إسكا أديد وضد كإسكا دح ما سمينيس غريب باتهي مقال هذا غريب كوقف كمتقاند marka waa aruurina isaayo waxa noqonaysa qof isu diyaarinaya magaalada soo agaba bixira adduunyada siyaasad ku taa qariib oo asalkaaga reer jannada ahayd halkaas aabaha iyo hooyada ee nabi aadan iyo xawaa deganaan jireen adduunkan marka waa dambaal la yimid oo cadawga inoo soo barakiciyo dhibaato la sameeyay sababkeed meesha asalka ahayd oo jannada ahayd marka uu socoto adduunkan qariib baad ku tahay mar hadaad qariib tahay ha ku talax tagin adduunyada aw aabiru sabilina waxa weeye قف لامجا يجت كاد إن عيسى تاجن حقنا بابور قصص عط حقنا كوكلة والرمسين نبت جليها يجت كاد وجبجد بشيل كان كبد بعده ده يجت كمص يحضه إنتو يساروريو وحقة يا حقة إسكفيريو أي أرد كوجيني يا الدنيا ده نسيت أصوكلا كان نقو قف إسكاروريان نقو وح حديث كان معناه هن كاجلو حديث كحاكم يغير بأوريان ابن عباس والنبي قولها الصقونين قدر دار ميو وانينيا بان نبي وحول الله اغتنم خمسا قبل خمس انت ان شان كوغو ايمان شان كفايديسو شبابك قبل هرمك دلنير نمدادا كفايديسو وايلما انت سن كوغو ايمان او وايلمدو ضعفي يا حنون يا شلع يا تبردرو يا وحبدن واد ما انت كرتيد ان اد اودي ويدي بكينيسا marka inta dalinyarada tahay waa nicme saaki hadii la wareysto odayaasha oo la yiraahdo ka warar waqtiga idin soo dhaafay nin walba fartu qaninsan yahay hadii maanta shabaab dhalinyaro aad tahay oo ilaahay nicmadaas ku siiyay ka faa'iideysay intaadan gaboobin dardaaranka labaad oo uu nebigu siiyay ninkaa wuxuu ahaa sallallahu calayhi wasallama wasixataka qabla saqamika caafimaadkaaga ka faa'iideyso intaadan xanuunsan oo markaad caafimaad qabtid akoonkaaga aakhara wax wanaagsan geyso si ilaahay ajarka uu kugu sii wada markaad xanuunsatid wuxuu saddexaad oo nebigu u sheegay wa qinaaka qabla faqrika hodantinimadaada aad maanta wax haysatid ka faa'iideyso intaadan sabool noqon oo aadan gacan marnaan wuxuu afraad oo nebigu ninkaa u dardaarmay wa faraaqaka qabla shuqlika kanshada iyo jaaniskaada haysid iyo xilligaaga ka faa'iideyso intaadan mashquulin ka hor markaad fursad yar heshid آخرها هذا جيسو. وقدام بين النبي يقول حكير وحياتك قبل موتك. حياته هو النعمة إلى هين سيان الله. نلاش هذا كفى جيسو. أنت هذا جيريون وجيري كوي إيمان. حديثك مرك وحياله إنه تسنى يوحى كم إذا قف كمعلم كاهي. سيد أي نوت الماني. أرضى جو وحبر أيو. حبنه صغار كم إذا إنه طابن كرون شرع وديدين. أما أوانين يضدك. سيو أرضى جو برارتشيو أسو تشيديو. wuxuu xadiidku ina tusin hal qof in lala hadli karo adoo dad badan u jeeda cabdullaahi ibn cumar markuu nebigu leeyahay kun fi dunyaa kaanaka qariib waxa asaga khaas ku amahaaniya adigana waa inoo taala ummadoo dhan bay u taala marka mukhaadabatul waaxid hal shakhsi in lala hadlo
جمع يدد بدن لولجيدو حديثك وين تصين يا وين كق هذانينان وهو حديثك نفا إنه فائدين دذلك النبي إنه كود دذلي صلى الله عليه وسلم بشرية يددك إنه خيرك يوناج جارسيو صم تبحيو إلى دائرة الله الله يقربك قبنا يكون في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكل أيهاي وهو حديثك إنه فائدين وإنه كق هذانينام الدنيا ده قفك إنه إسكاروريه أو سمكت لحتين ويسنا آخره ده سيسيتشين كن في الدنيا كأنك غريب الدنيا ده واحد كن نقطة سيدي أدو غريب كوه ومحبك أغون أو عابر سبيل أما سيدي قف وده قد بيوك عليتو حديث غربة وحي كسارو لأن حتى هذا حانو ستيد وقت قال عافمات قبتنا الروح حبون ونكسنا هذا هيد أنت الحانو سنت هاي أجر كي أسمين شرتي وكوسو عنايا هذا مثلا شنت صلاة ضد مساجد كنتو كن شرتي جماعة ده جلاد قرآن هذا آخرين شرتي والغي أبو وردي بدن وقرآن أين الله هذا شان شو سلح شو استدوى شو مالك هذا آخرين شرتي وهذا حنو ستيد وسرير تكورورتيد إسبتال قشيد شنتي صلاة ضد بأن المساجد سوق قرتي وكذا الغي أبو حتى مسكح ده أنت يسكون ده حيا دينا تكون ويدو أما قرآن كي هذا آخرين شرتي أودي ويدو أجر كود سيدي بكوس عنايا نبي جينا نتلامي صلى الله عليه وسلم حديث كأبو هريرة إنه الرسول كير إذا مرض العبد أو سافر أدون كهدو تشرده أما أو صعدال قالوا أو مشوا يقاني يدل كيسية دجان كيسية كصعدالو كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما وحي واجو عافمات كقبي قري كيسية دجان كيسنا وتشوي وسمين ترو خيرها سيدي أيها لو قر يا أبو النبي جنوير صلى الله عليه وسلم سي مركز حنوسة إلهي قرب كون نقضى ما أنت مركز عافمات كقبت إلهي واحد نقطة أدون أول أكسن بعد يسوي شبان مع سيدة كفوا هذا نقوا أضم في عن طيب إن عبد الله بن عمر وحديث كان ورني رواية كلا وحي هيد اعبد الله كأنك تراه وكن في الدنيا إلهي واحد عابد سيد إلى دو شيء دو كله الدنيا دنا واحد كن نقطة سيد الروح قريب وكله تو تاسق ضب يا هيد لفظ كلا وحوها وعد نفسك في أهل القبور نفط هذا واحد كحسابي سا تذكر أنت يا حبالها كتيرة ماشي أي شغان إلى تقل الدون تزوج أهل القبور أتاي أوشا إسكو حسابي الدنيا نه إسكي إلى المركة حديث كتدراتني اللي حد عري بن عمر وحال جوري رضي الله عنهما أحاديث ومختصرة ويريرتها حديث والبوح على جاي بقار كم إذا إنه يقوليها كتاب كقرأ إسواق هذا قال وحي قال رسول الله رسولك على وحي صلى الله عليه وسلم الظلم قردرادو ظلمات مجديال وي يوم القيامة قيامة مالك هذا رواه البخاري بخاري باوري قردرادا آدتك ما جيسي وكو أبيون يسيد يا أبي يا أديدو قيامة وحي نغندونتا مجديال ظلمك وحا كوكا ظلمك النفط هذا كجر شيء قيام هذا وحو يسوب الدلا يا مجديال أو النفط هذا محا ظلم يكجر كرتا مثلا شرك هذا كره دي النفط هذا إله عدا نهينا دعابدو هذا النفط هذا ظلم بعد كجر شيء مجدي بي قيام هذا كون قن سلاد يا تكنا يسي يعشر كذا آخرين يسي يكاد دقي سنة يسي يقران كذا آخرين يسي يصدق هذا لبح يسي هل كل ربيدر إله إنا يكون نقطه هذه استوسوس يهالغاش يهو أد أسمين يسيدي نفط هذا الظلم كقرش يهو ماشي دا عن نمد لغر بي بعد ملك لأوه يعيسي مقديال بي قيامة يسوب الدليان وحي آسادة قيستي صون كي آن صون تي يسلادة تكتي يسلة الرحم كي كل مقديال بي يسوب الدليان سوطة إلهي درتي ماهين والظلم نفط هذا كقرش آمدت كي باد ظلم كقرش نفط هذا باد ظلم كقرش ديغات كداديساي يا داو عاد اوغيساتاي يا ديباتا كاله يا كفسي يا دل يا حن يا وها وي عردغود يا شرفتودن ميل اوغا دحداي ايغونا قيامداي وخي اسو بدلايان مغديال بي اسو بدلايا وها دحي كارتادو هل قف اه الهي قيامدا انو كو كيديه مغديال تيرا بدن هلك مؤمنين تا الهي او كولهيهي يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم عمل كودي وناكسنا با الهي افتين نتكدغو بوهري يا ميدغتا يا كسونايا أديك مركز ظلمات بالله إيمان يسا مجديال مجديال بالله إيمان يسا عمل كاجي حمابة مجديال يسوي بدلية هاوشا مركز وين لا إسكيل على الظلم قدت كان هذا الظلم إلهي الظلم ها كجيل
أنكي سنة ظلمها كجلين وحن نبي نشيغي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم صدح قولوا إلهي وحي ويديستان كمسو عليه هروك السيا صدح ذا محييهن الصائم حتى يفضر قفك الصوما إلى كأفريه وحي إلهي ويديستواكيه لي وكو والإمام العادل إمام كي مدحوينها عدالة ضدك كمامرة دعوتي سوى مستجاب وصد كصدحات ودعوة المظلوم روح لجقر دريه اشتكدي شيء شيء شدي سإله وعوضا أيضا العلن ما يو بل تامر كنبي مريي أيوه وحي يري يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء الباب بدأ يردد عرك الله فريا يقوى ضرورها وانا لكر يالي إلهي بانا هذا يغفكي للذلمي مركو بريو إيره إلا أهب الباي ذلمي مركاس إلهي وحلي وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين شرفت إذا انكر دارتي عباش هذا يسو قد بيسي إن لغو ماغي أو لغو قردخ رئيستي أو لب لغو قيستي أنيق الله كر دارنا يوليهي إن انكو قرقارو أو كي لبكا كو قيستي كاقا قرقارو ولو أيامك بعد بها نغطي بلان كاس إلهي بميليا له qofka dadka dulmiya ee dadka maaga ee dadka dhibaateeya ee dadka ku xad gudbow dhaarta ilaahay baa meel taala qofkii ku habaara ilaahay indhaha ka turadu ku yiraahdo ilaahay ku lugo awood baad ii sheegatay balaayo ka xog badan allah kugu salida hadduu ku yiraahdo waa iska baashaaraysaa waa iska damaashaadaysaa waxaa meel ku taala la ansurannaka walow bacda xiin ballan ilaahay wuu qaadow leeyahay anaa kuu gargaaraya walow ayaamaka bacdiba ha noqotee xataa kan aad dulmiday hadduu gaal yahay hadduu faasiq yahay khamriile hadduu yahay kilaabiyada iyo kaniisada hadduu ku jiro haddaad marba dulmiga la timid oo ilaahay kugu dacweeyo xataa gaalka waa laga aqbalay dacwadiisa sababtoo ah gaalnimadiisa iyo faajirnimadiisa asagay dhibaysaa laakiin dulmiga aad geysatay ha sahlani hawshaasi hawl adag weeyaan in la iska ilaaliyo marka dulmiga dadku aan ka digtoonaano waa muhim nebigeenna sallallahu calayhi wasalam markuu mucaad dirayay oo yaman u dirayay buu la hadla markaasuu wuxuu ku yidhi wattaqi dacwata almadluum fa innaha laysat baynaha wa bayna allahi xijaab dad baad u tagaysaa diintaad u sheegaysaa waad kala xukumaysaa zakawaad baad ka soo aruurinaysaa qof inaad maagtid oo aad gardaraysatid iska ilaali habaarkiisa iska jir inuu ilaahay kugu dacweeyaa laga yaabaa dacwada uu kugu dacweeyana ayada iyo ilaahay cid uma dhexayso tusba ilaahay u aadaysaa cirarka loo furayaa hawsha marka waa inaan iska ilaalino alimaam ibnu jawsi wuxuu leeyahay sida xaafidku ka soo guuriyay raxmatullaahi calayhi qofka daalimka ahee dulmiga samaynaya dulmigiisaas oo weliba dadka ku xadgudbaya laba nooc oo macaasida ka mid a ayuu dulmigiisaasi kulansanaya kow dadka xuquuqdoodii inuu qaato sida maalkoodii iyo waxyaalaha la midkaahoo dee waa nooc macsiya oo xadgudub ah xaqlaana uu ku qaadanayo qodobka labaadna ilaahay uuntay inuu ka xishoon waayey oo wax ilaahay uu ka xarimo macsiya uu ilaahay ula bambaxayna ayaduna waa nooc dulmi iyo gardaraa adulmu ظلمات يوم القيامة ومجديال مالك قيامة سيدا أوغى ظلمي غا إسكا إلالي يو إسكا جر نفكي هوري ظلمي أو غلي أما نفتي سها كغلو حاسكي سها كغلو إلمه سها كغلو قرابدي سها كغلو إنسان كي دادك بني آدم كها كغلو وينو إسلالي ما أنطيبو فرصتها هايستا إله أطوبت كيانو دادك نعافي سوي ديستو حديث كتضباطا يتضباط عن ابن عمر وحال غوري رضي الله عنهما قال وحو يري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إله رسول كيسي وحو يري المسلم قفك مسلم كهي ربطا من قفكي ويسلم إكبد بادين المسلمون مسلمين تو من لسانه عربك حقي سي ويده كعنتي سحق يدا والمهاجر قفك مهاجر كه من روحي ويهجر كهجرودي ما وحي نها وكرب يا الله ألا عنه حقيس رواه البخاري بخاري باوري حديث كان لما مسلو كور رمى يا غيبت هاي ناقرا سلدك بعد وحوي مسلم كربتا إسلام مدي إلهي ولا الدور تيكوها جاك سني وقفك عرب كيسيو جعنتي سبب لجبت باري المسلم من سلم المسلمون وقفك المسلمين تكبد بادان من لسانه ويده مخرج القارب كسو بحايه
حتى قالوا نفط هذا يقعن هذا بويني كبد بعدان هدي عن دقال يجهاد كارا دحين جهاد هذا كارا دحين يسكر دحين بعض القوة وحكش هدي جهاد هدي وحود قال كارا دحين هدي كلا وحود بعض الك كهذا لو كدي دقال هذا دوس كارا دحين هكو حد جد بي عرض قضية شرف قضية حقوق قضية هكو حد جد بي طيب قفكم مسلم كاهي مركة نبي السؤال بالويدية صلى الله عليه وسلم حديث كأو موسى أي الإسلام أفضل إسلام كيا وفض لبدن من سلم المسلمون باللسانه ويده النبي صلى الله عليه وسلم يا مسلمين توقي ما بدن من سلم المسلمون باللسانه ويده وحي علماء السويديان يعني. من سلم المسلمون وقف كمسلمين تو يكبد بدن من لسانه عرب كيس ما عرب كالله شيغي ولورن ويا من فمه افكيس لأن أفكا وحيالا بدان وقفك وديبكو جيسان كرا جيرو حبال قنيني كرتا عن روفا وقفكو طوفي كرتا وحاوي عربكا دو حكا شيئي كرتا محا عربكا كليا الله عبري علماء دا قبل كامي دي وحا يتلمامي سيدا حافي بن حجر وكال او سوبوري يلي يهي عربكا وحا الله عبري فرطا انتا كلاوا كشر بدان يهدي حقا شرق الله استعماله وامد الله بعد حتى أدون كوهاد لين عربكا badibku geysan karta adoo arabkiiba ka hadlin baas la asagii dibku geysan karta oo si uu geysan karta oo arabka hadaa la laadiso dhinac kala soo baxday adoo qof ku jeesjeesayo wax kaga sheegaya kaafir iyo aad ku haysi dadka soo ma dhacdo wa arabkiyo dadka dib ugu geysanaysi mana hadlaysiin marka hadaad soo saartid oo soo saarka dadka ku dhibtid yaadoon soo saarin oo meeshiisa ku jira hadaad ku hadashid labadaba hadaad arabkaagi laga badbaado qof wanaagsan oo muslimaat ويده جعمها كلية دبل جم الجيس سمحا جعنت الله عبري أيضها كسامين بدن لوها هي مالها كلو سدا سال الله عبري سدا أوجد بالنبي أن صلى الله عليه وسلم إن بري من سلم المسلمون من لسانه ويده عرب كاري جعنت هذا وين يدته كبد بعدا وحا كسوهر يا أرنكا جعنت هذا قف حد إلهي وكوا جبي أذونا أتقول هذا يا أم الدولة كودر تمركز وحكا قبنا يسيد حداد وح كذا قبتي المركع يضع دمله إيدكم اللي مثلاً قف بازن يستي حد بكو واجبي أما قف بودلي حد بكو واجبي أما خمر عبي حد بكو واجبي حد كبار الربعين لجوه فيه واد قرع ضي نجح بعد كل شيء قساس بعد كفلي شيء نبي قلنا وحي رمان سلم المسلمون من لسانه ويده قعنت هذه المركع اللي ما بد بادينه طب قف بالغي يبقى أنا قصاصة طي ما يتنشر عقاف صحية وح الغاه الله يو وقفك وحي عن حقه هين قعنت قعنت هذا وين لجبت بعده العرب كأجنا لجبت بعده وحي حق أما وحي حق دراء قعنت هذا واسكود دفاعي كرتا عرب كأج بعض القوات كوع ضين كرتا حقه وات كل شيء جيسا ولو ضد هذا بسدين هذا يدونان ضد هذا بسدين هذا يدونان طيب قيب هلا بعض والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه هجرة ولا بيو قيب سنتا هجرة البدن هي هجرة المكان meel uu qofku ku dhibanaayo diin ahaan ugu dhibanaa inuu isaga cararo meel uu isleeyahay diin ahaan ayda ku dhaanta uu hijroodo waa hijrada macruufka la yaqaano hijrada ka sii fiican oo kaba sii cajiibsan baa jirto wixii ilaahay uu ka reebay qalbigaaga inaad ka reebtid oo qalbigaagu hijratul quluub ilaahay xaggiisa aad u hijroto alla ku xiran tahay oo rasuulkiisa ku xiran tahay sallallahu calayhi wasallam wixii xun qalbigaaga iyo xubnahaaga aad ka ilaalisid waa hijra midda ugu qiimo badan wey muhaajir dhab hadaad maqashid qofka noocaas weeyaan حديث كتضبات يا سديدات عن ابن عمر وحال غوري رضي الله عنهما قال وحو يري صلى الله عليه وسلم ان انت ان حديث كهور كقدبين من سلم المسلمون من لسانه دتك مسلمين تا دتك قفك اي كبد بعدين عرب كيس براها بلشدا صوماليدو اد بي او استعماشا هدي عرب كاغا امد المسلمين تاهي كبد بادي وايان دي مسلم في عن متهيد ما قعد دوني يتيتل كادوني حنبارسو اما علوم النقو اما قف سياسي النقو اما مدح النقو اما اضي دقاميد النقو اما وحاويان قف عادي النقو براها بلشدة دادك دادك وحكا الشيغة او عاية اما ارورها عايو اما كوحا عايو اما فرقها عايو اما قبيلها عايو اما ديغانها عايو اما ضدها عايو يا مسلم وانا اكسر معها اسو موعدوني ها حمبار سنادو ها اسم هديه هدو دونو ها اسم موسى ان اد ادو كدغتوناتي دو ادو كدين دد اسو با وحا ويه طريق النبي قف خلافه صلى الله عليه وسلم ها كدين
نبي محمد قديشه كون قول صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر وحل قوري رضي الله عنهما قال وحيري قال رسول الله رسولك الله وحيري صلى الله عليه وسلم كل مسكر متكستو مانك دورية خمر خمرويان يعني وكل مسكر مان دورية كسوح كسو مانك دورية حرام حرام يرواه مسلم مسلم باوري لما يستربوا لها مسلم كي الله وحوها ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها الدنيا دان قفك خمر كعبه ديدن جيريو دا أسوغو سيدي خمر يعبوه وأنك توبت كينين لم يشربها في الآخرة خمر دا آخرتها لين نظيفتا هي معان أفكا صار أمي حتى كانها دوغر إلهي باعقبا وحوك قد يقيا حتى كانها دوغر وحكا لها الله سيو لكن خمر دا كانها تالا لسين مايو طيب حديث كان لو قضبوا ينوت الماما وحكستا أوقف كمان كيس الدورية وخمره خمرتي نحكم كيدو مركب مسكر كي محون نقضي وحرام وحاسو وحل عبها نقضو أما وحل عنو طعامها لو نقضو لغسر خامها نقضو أما وحسن كإنت الأرصدو قفكي وكسر خاما يها نقضو أما إربدي كنين لقادنا يها نقضو أما علين لداغ يها نقضو مربا شيغي هدو مسكر يهي قفكي ما ندورينا يهي مسكح ديسي شيغا سوا خمرو ما قلت عدوني أدبو إيال مسكر كستو أو مانك دوريانا وحرام إلهي با حرمي مرك أرنكا مرك وحيالها مان دوريها يددك مانكو دو دورية حشيشك يبلاي دا أوهو ددك مانكو دو انت دور صومان وصوم حبك لقران إنو ددك توريد إسكي قلنا يو إسكار دعا هيو عبادو ينكي نرش وكار دعا هيو وحرام مرك الله إسكي إلالي حديث كتضباطني السقالات عن ابن عمر وحى الغوري رضي الله عنهما قال وحي عبد الله بن عمر قال وحي رسول الله إله رسول كيسي صلى الله عليه وسلم أبر البر سما فلد يا بار نما مد أوغو قيمة بدن أن يصل إنو حريري وي الرجل قفك رقي هوين كو دوني ها نقضي ود أبيه أبيه دتكي أيستعلاين وأبيه أوتشعلا إنو حريري وي رواه مسلم ومسلم باوري حديث كان يقصوا لها كتاب كهرنا وكسر احنا حقوق الاباء على الابناء قصد سوحا يا هير عبد الله بن الدينار هي وحا ود السعودي عبد الله بن عمر كحديث كان وريني حديث كان مسلم باوري مركز عبد الله بن عمر وحو صارنا ضمير عمامنا ما ضحي وقد ضومني نين ريباديها كصهر بحي مرك عبد الله بن عمر نينكي واسلامي نينكي سلامتي بوكاقال وحو يري هبل هبل مياتها وحو يري ها عبد الله بن عمر دميركي انتو كدغي ايو دميركا صوفول نينكي دميركي بو فولا عمامدي مدحا او دوبنايدنا انتو اسكفوري بو يري قادو او مدحا كدوبو او كدوبتاي لبدي با وقت وفروك قادا مركاسا وحان كونيري عبد الله بن دينار بالي اصلحك الله عبد الله بن عمر والله كو هاجاجي نينكا انا وانين ريباديا ريباديو نوا كهون غوريري هين ريمي ريمغالكا wax yar baa ku filan laakiin dameerki dhamaayo gaadiidka ku aha inaad uga degtid cimaamadaadii dhamayd oo madaxa kugu duubnayna siisid see ku dhacday wax yar baa ku filan kullay hadda wax siinaysi ma wax yar siisi wuxuu yiri ninkan aabihiis iyo aniga aabahay ayaa saaxiib ahaan jiray waxaanan maqlay nabi muxammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam abarrul birri أن يصل الرجل أود أود أبيه بار إنما والدك الله سما فروحة وقيمة بدن وحا كم ده أبها عدة صاحب لها هاين واستعلاين إن الحرير سيد مركو ولي أبها دنتي هو يضاي دمتي إن كبعدي دتك يساقون شيرين وصاحب لها هاين الحرير سيد عبد الله بن عمر مركة أسرع ينن كانوا صاحب معها لكن وحا صاحبها أسرع أبيه ينن كان أبيه أنت أنا ماشى فاد إذا والد كين قف والبوح ليها والدك عدي صاحب الله عد صاحب الله ويسخها سيسود وين أما سو قبيل هان نقدين أما كقبيل كقبيل هان نقدين أما وحوى قرابة هان نقدين أما يس نقنين والدك عدي وصاحب كلاها ويحسكوش شو بنشرين وشاه ودعب بتشرين ويسسوب وخنشرين
oo isku fiicnaayeen qof walba inaga inaga midaho oo raba waalidki inuu u baahrinama sameeyo dadkaas xuquuqdooda ilaaliyo ka warqab adoon wax kale u fiirinayne aabaha iyo hooyada inay saaxiib ahaayeen u fiirinay haday nool yihiin waydi yaad aabba saaxiib la tahay yaad hooyo saaxiib la tahay yaad isu dhowdihiin haddaad nolol kaga dambaysid caawi ka warqab haday xanuunsadaan haddii ilaahay wax ku siiyo wax u dir ka farxi war maxaad u siinaysaa aabbahay buu saaxiib la ahaa awowgay buu saaxiib la ahaa ayaydii bay saaxiib la ahayd hooyaday bay saaxiib ahayeen heblaaya sheekhaygii bay saaxiib ahaayeen waxa weeye hawshaasi waa muhim ninkaygii bay saaxiib ahaayeen nebigu sallallahu calayhi wasallam khadiijo oo ka dhimatay saaxiibadeed ay khadiijo saaxiibo ahaayeen waa xiriirin jiray nebigu sallallahu calayhi wasallam waa ka warqabi jiray hadday xaaskaaga dhimatay gabdhihii saaxiibada ahaaye isku fiicnaayeen inaad si gooniya uga warqabtid ninkaagu hadduu dhintay raggii ay saaxiibada ahaayeen inaad si gooniya uga warqabtid oo ilmahaaga bartid masaladaasi marka waa masalo muhiima abaru lbiri waalidkaa hadduu nool yahay marka ma hadduu dhintay keliya hadduu nool yahoo saaxiibo leeyahay ma waxaan leeyahay odaygu ha soo dhinto markaasaan idin xiriirinaya maya xataa markuu nool yahay waa inaad u baahrinamaa samayso ka warqabti dadka aabbaha iyo hooyadaa ay leeyihiin saaxiibada oo isku fiican yihiin masaladaasi marka waa masalo muhiima hooyada mashaayikhda ehelka dadka saaxiibada la oho dhan xiriirka noocaasay kaaga baahan haddaad soo booqan karti soo booqo haddaad wax siin karti wax sii haddaad ka warqabi karti ka warqab haddaad u ducayn karti u duce haddaad dareensiin kartid inaad ilaalinaysid saaxiibadii aabbaha dareensi howlahaasoo dhan ay howlo wanaagsan weeyaan xadiidka siddeetanaad can saalim waxaa laga wariyey can abiihi aabbihiisu cabdullaahi ibni cumara wuxuu ka wariyey radia allaahu canhumaa anna rasuula allaahi ilaahi rasuulkiisii sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi laa xasada wax jamasho la yidhaahdo ama kamashu ma jirto ilaa fi ithnatayni laba arrimood mooyaane laba ruux unbaa la jaman karaayo oo la odhan karaa alla labadaas meeshay gaareen yaa ay gaarsiiye rajulun nin aataa uu siiyey huwa asaga allaahu alla alqur'aana qur'aanka waa nin ilaahay qur'aanka baray fa huwa asagu yatluu wa akhrinayaahu qur'aankii aanaa alleyli habeenka saacadihiisa iyo wa aanaa annahaari maalinka saacadihiisa ninkaa waa ninka koowaad oo mudan nicmuu haystaaye nicmadaa in la jeclaado oo la janto la yidhaahdo allo yaa sidaasoo kale igala kan labaad iyo wa rajulu nin aataa uu siiyey huwa asaga allaahu alle maalan xoolo fa huwa asagu yunfiquu bixinayaahu xoolihii aanaa alleyli habeenka saacadihiisa iyo wa aanaa annahaari maalinka saacadihiisa weliba meesha khayrka ayuu ku bixinayaa muttafaqun calayhi xadiidkani wuxuu tilmaamayaa xasad cid la xasdaa xasadku midna waa madmuuma waa ceebaysan yahay inaad jeclaysatid qofkan nicmada uu haysta intaad u quuri weydo ilaahu yaa dhaafiya hebel xoolaha caafimaadka yaa dhaafiya carruurta yaa dhaafiya coodkiiyo dhaqaalaha dhaafiya xaaska wanaagsan uu haysto allah yaa ka soo furo aniga isiiya waxyaalaha noocaasoo qofku inuu tamaniyo waa waxa weye dhaqan xun waay xasadka amaana waxa weeye qof walaalkaaya nicmo iyo wanaag uu haystay intaad aragtid ama qur-aanku yaqaanaayo ku dhaqmaa dadkuu barayaa wuu akhrinayaa wuu ku cibaadaysanayaa waa hantiilo ilaahay wax siiyo mashaaricda khayrkaa iyo masaajidda dhisitaankeeda iyo masaakiinta kalkaaliddooda iyo ceelashu qoditaankooda iyo howlahaasu xoolihiisa kula baxaa inaad tidhahda allow yaa sida hebeloo kale xoolo isiiya sida wanaagsan oo u maamuuso u bixiyaan u bixin lahaa allow yaa qur-aanka i bara sida hebeloo kale sidiisoo kalean habeenka saacadihiisa iyo maalinkaba ku tukan lahaa oo akhrisan lahaa qibdada noocaasi marka daacada ilaahay qofku hadduu ku jiro in la janto la yidhahdo allow yaa sidiisoo kale iga dhiga waa fiicanta laakiin hadduu macsiyo ku jiro haddaad tidhahda allah kaa sidau xoolihiisa waxa weeyaan ugu ciyaaro kaleeta haddaan ahayn hanti haysan lahaa meelaha lagu tuntaan geli lahaa qabaailkan isugu diri lahaa qoryahan isugu dhiibi lahaa sidaasoo kale haddaan samayn lahayd dee waa macaasitaas waa ceebaysanta wax la janta iyo wax lagu daydana midna ma aha xadiidkani waxay culimmadu isweydiiyaan qofku hadduu gaal yahay nicmana haysto ma tamanin kartaa ilaahay nicmad inuu ka zuuliyo waxaad aragtay isagoo intaasoo diyaaradood iyo baabuur iyo adduun isugu qoofalan tahay mar xagga ka tuur oo mar falastiin ku dood oo waxa ku duul oo xagga ka oo lubnaan ka rid oo xoolahaga ku taageer oo xagga mari oo baad aragtay ilaahay inuu xoolaha ka zuuliyo oo nag
يدكم داكم حوليس إلهي أكرر إنا تمنيدين ما دابوا حوليهم بيلحون لا آدي ويبنانت إلهي حولها كنا في سوى النبي الله موسى قال فرعون موسى نبارك رب نضمس على أموالهم إلهي حولها هذا كتر ترى حبنا كسر ريم بي مرك إلهي حولها إذن دافوا دوران كرتها تاسا يضع طيب نعمدنا الله إذا كغض والله ركره لكن قفك ولالك يا مسلم كاه وحال ذا إلهي وحيسا وبركة أنا جانا وحيسا يا وحلم إذا إسيه سي إلهي وأنس خيرك وقف إذا إستو نين كان في الرجل ناتاه الله القرآن فهو يتلو أنا الليل وأنا النهار هدي إلهي قرآن كو كبري أما حفظ السنو أما كتابك كآخرية هري هبين بمسؤولية بكوت الله إن القرآن كإلهي آخرية وردي سميستد كعل عليسد أذن كدال وهو لغارو هدونا قيامة الحج كون قرية إلهي نوح كوي دي وكي لي يهدير إله هو آخرين تري هو يقول نغمي تري هو يتشعلا إله ما أنت ونشف عقاضية حتى قرآن ومخاتك يسأل أرمى إله هو كاقبالية هدون لكن كيرا إله هو يبرطي كبعد نواء يضيعوا ويقرد غاقي إله ما أنت محكبات هذا إيسا إله هو كي لي مرك قرآن كوين لآخريه والرجل آتاه الله مالا نين إلهي وحول السيي وأن نكيرو ماشان اسمي غان مالنا وحا سوق لي حولها سو وحير إني يهين يا وحبدا انت وحير وحولها داد هاي ستين وين أدهر يهبين بوحكا بحسيد مال إلهي ورال لكي يهين أتكو بحسي حق يا وناك وين أتكو بحسي وحا مضانتها إن الوقود إذا مركز أجربونا إلهي كاسين يا والله أعلم صلى الله وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.